في فاير بلاي اخر جزء في حوارنا اليوم مع الحارس الدولي السابق للنادي الافريقي خالد عزايز. خالد، وصلنا لتجربه تدريب الحراس في المنتخب، بديت مع بيرتولو مارشون وقتها مدرب، هو ايه خدمت مع بيرتولو مارشون هو الاول وقتها بديت معاه ولا سينيور؟ لا من الاول بدينا، بالعكس مع شكون بديت الاول مدرب وقتها؟ بديت كيفاش من الاول في المنتخب؟ المنتخب في الليجان وبعد مشيت للسينيور. للسينيور كيفاش كيفاش جيتك وقتها؟ اي مع بيرترون مارشان وقتها. هو اول واحد استنجد بيك ولا كيفاش؟ ولا الاداره الفنيه هما حطوك معاه ولا الاداره الفنيه وقتها؟ مشيت كوب دافريك بعد عملنا الشان مع سامي ترابلسي 2011 اللي فزنا بها هذيك 2011، وبعد عملت كوب دافريك 2012. هو مو تجربه الشان تجربه ناجحه برشا خالد. وقتها حتى جارديان المنتخب رامي جريدي وقتها كان في بنالتي، وبلبولي موجود ايضا. الزوز قدموا دوره محترمه جدا كما المنتخب وقتها. وقتها الحمد لله واخذين الفريق راهو اسبوع ولا 10 ايام راهو قبل الدوره. اي كانت ثوره وقتها في بريود الثوره. اي اسبوع بعد الثوره دخلنا في معسكر، مشينا المغرب بعد مشينا للسودان. فهمت، الحمد لله معنا اكسبيريونس باهيه كانت. شنو يقعد من الدوره هذيك نتاع الشان؟ والله فما وقت الاجواء كانت طيبه في ظل وقت مازال كي صارت الثوره وقتها واحد. فهمني الاجواء حتى بين الملاعبيه والناس الكل كانت معناها عقد العزم باش تفرح حتى الشعب التونسي وقتها. عملت كاس افريقيا ايضا 2012. كاس افريقيا 2012 في الجابون وقتها. وقتها الغلطه نتاع ايمن بلبولي الشهيره. اي تو كي لعبنا حملوني الغلطه، وحتى كي راني باش حملوني الغلطه. اي بالضبط، اي مو حملوك غادي بون ما نعرفش حملوني ما حملوليش. انا وقتها كملت هو العقد نتاعي وقتها يوفى في جوان. وفي العقد في جوان وكاو معناها ما جدوليش. هو البلبولي كان اكثر واحد وقتها جاهز في حارس المنتخب. ليه هو الاكثر اكسبيريونس، عندك خبره اكثر. جاهزيه ما كانش هو. لا جاهزية انا حاولت باش كان فما شكون فاروق ومعز وقتها. وقتها فاروق ومعز والبلبولي. ما كانش لازم يكون جارديان اخر بلاصة البلبولي. لا هو وقتها بون البلو اكسبيريمونتي وقتها. فهمني شو كيفاش نتاع لي جارديان؟ انت تختار والا مدرب الاول؟ هو ديما راهو باش ما نغلطوش الناس، ديما القرار الاخراني البرومي اونترنور. لكن البرومي اونترنور يرجع لك في مثلا في التوسكي تكنيك توسكي ما فهمت شنو هو. بما انك سبيساليتي نتاعي بالنسبه لي انا هو اما شو يعملوا المدرب تبيع. انا نعطي رايي واحد، لكن ديما الشوا الاخراني البرومي اونترنور خاطر هو من بعد باش يتحاسب. فهمت صاروا حاجات وقتها نتاع عدم انضباط، الكلام اللي خرج قالوا عادل الشادلي وقتها. عادل الشادلي خاطر قاروه احتياطي وقتها، واحد ما لعبش برشا مرات سيفري جبد حاجات نتاع عدم. اما بعد في تصريحاته حتى في فرنسا حكى على حاجات صاروا نتاع تجاوزات وعدم انضباط. حاجات سيفري صارت حاجات، لكن يصيروا في كل ما يكيف في كل منتخب برمي عادي. معناها حاجات تاع هي المفروض ما تصير. لا ماهوش عادي، قلت لكش عادي راه. لكن كانت خذات ميدياتيزاسيون اكثر من قيمتها. فهمني على خاطر انت انا علاش الومه؟ انا حتى ريتو عادل حكيت معاه، انا عادل لعب معايا ومن بعد انا مدرب في الستاف معناها. فهمت شنو هو؟ انا ديما نقول الانسان مش وقت اللي يلقى روحه احتياطي ولا ما يعجبوش الجو يولي يجبد، يحب يجبد الحاجات اللي فهمت الحاجات النيجاتيف. فهمتني؟ ما دام قبلت باش تكون في الجروب وقبلت باش تكون في الواحد لازمك تحترم وتكون متواجد بقطع النظر على شنو صاير. فهمت كيفاش؟ كان كنت ملو ماكش مستعد تقول انا يا خويا سامحوني راني مانيش مستعد. قلت لي يصيروا في اي منتخب صاروا مثلا مع لومير، كان يصيروا مع لومير حتى تمنعوا على الحكام عادي. اسمعني كانوا حاجات ساعات تصير ما تخرجش مش بالطريقه هذيك كيما اللي حكاو فيها، لكن صارت سي فري فما حاجات انادميسيبل كيما نقولوا. فهمني؟ لكن المسؤوليه هنا مش كان على الانترنور، الانترنور مش بوليس. المفروض ثم مسؤولين وفما فهمتني مسؤول على المنتخبات وفما واحد. اي حتى المدرب عنده كلمه زاد وقت يرفض الانضباط نتاعه هو مسؤول الاول زاد. بيان سور لا نحكي لك باش ما نحملو ما نرميوش الكره كان المدرب. فهمت كيفاش؟ خاطر هذا منتخب ماهوش واحد ماهوش ان كلوب ولا حاجه باش الانترنور هو كيف تو جيري معناها. فهمت كيفاش؟ لكن حاجات سي فري المفروض ما تصيرش. وقت سامي ترابلسي هو اللي دخل عليك؟ دخل عليا؟ والله ما نجمش نقول دخل علي، هو سيتان شوا معناها. فهمت شنو هو؟
وانا وقتها تبدلت بالناصر شوشين وقتها تبدلت بالناصر شوشين وقتها فهمني انا علاش اسكو ما معناها من الاداره الفنيه ولا من البيرو فيدرال ولا من علاش فهمني اكيد المدرب هو يختار الستاف اللي يخدم معه ولا هو نورمالمون هكاك المدرب هو اللي يختار معناها فهمت شنو ما صارت شكاك العمليه حكيت مع سامي اكيد بعد ولا والله لا ما حكيناش فيه في الموضوع هذاك عمركم ما حكيت عمرنا ما حكينا فيه خاصه تخدموا معكم تو في نفس الجامعه في السيلي عمرنا مش بدناها الحكايه هذيك واحد وفي المكتوب وفي المكتوب علاقتك بيه كيف اليوم سامي علاقه طيبه الحمد لله تتقابلوا في قطر اي بيان سور نتقابلوا واحد وفي الكلوب كل يوم نشوفوا بعضنا واحد بخلاف الكلوب تخرجوا مع بعضكم ولا لا 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 نتقابلوا عادي وعمركم ما حكيتوا في الموضوع نتاع وفي المكتوب في المكتوب انا وصلت فانت كونترا في جوان كاو الفيدراسيون ما حبش جدد لي كونترا كاو ما كانش معاه او ضد ما قال لك سامي كلمه والله ما حكيناش وانا جي ريسبكت شون شوا انا ديما نقول حتى انها وقتها كي وفي العقد وفي المكتوب وفي المكتوب عادي ويلا لو دروا معناها هو بريميوم تورنور وعنده الحق باش يختار شكون معاه علاش الاختيار تم مع الناصر شوشين ما نجمش نقول لك انا بدي الاسباب نجهلهم حتى سالت وقت اللي زادجوان اللي معاه واحد ما هما بيدهم يعرفوش كان يجيكم حتى في تربصات قبل ناصر شوشين وانت كنت تخدم هو وقت جانا واحنا في وقت في الامارات عملنا تربص قبل الكوب دافريكو فهمني فهمت جا الغادي وقت هو مازال يخدم غاديك وقت كان في الامارات وجا عمل طله واحد قلقتك الجايه هذيك لا ما تقلقنيش انا اما انت من باب الاداب كي تجي تطلع على المنتخب تسلم على مدرب الحراس مفروض ما سلمش عليك اللي انت كمدرب حراس ما سلمش عليك المهم مش نستنى فيه باش يسلم عليا انا ما نعرفوش عمري ما ريتو مو سي با دو ما جينيراسيون معناها ما نعرفوش عمري ما ريتو عمري ما فهمت شنو هو نحكيك من الاداب هكا معناها فهمت شنو في الفترة هذيك كان وديع الجري مسؤول على المنتخب كان وديع الجري انت خدمت مع وديع الجري وخدمت مع حمودة بن عمار شنو الفرق بيناتهم الزوز؟ ايه مش كيف كيف سي حمودة مش كيف كيف كيفاش؟ مش كيف كيف فيش بالضبط ايه معناها في الفاسون واسمع كل وقت وقته مش كيف كيف وديع الجري تو شد المنتخب بعد الثورة مش كيف حمودة بن عمار قبل هذاك شنو الفرق؟ مش كيف كيف معناها الوضع مش كيف كيف وال شنو الأصعب؟ ما نجمش نقول لك شنو أصعب هو يعني كل فترة ومرحلة ومرحلتها كهو معناها فهمت شنو؟ تبع الكلوب اليوم بيان سور تبعوا بيان سور كيفاش تشوف الفريق؟ الحمد لله تو خرجوا من المازق اللي كانت فيه النادي معناها واحد والله يهدي اللي كان سبب معناها فهمت شكون تعتبر السبب في اللي وصلوا للكلوب؟ سي ان تو انا نقول برشا مسؤوليه نتاع تراكمات صارت هو من قبل باش نبداو واضحين ديما عندنا مشكله في التسيير من اللي كنت انت طالع من قبل لي ما نكذبوش مني وقت عتوقة يلا مشكلة الكلوب تسير ديما عندنا مشكلة كان قبل زي حكاو لي على سي عزوز الأصرم واحد كان معناها قوي برشا وفهمت شنيا ومن بعد جا سي حمودة زاد معناها كل واحد خدم باللي يقدر لكن ديما عندنا مشكلة نتاع هيكلة مشكلة نتاع واحد احنا مشكلتنا في النادي الإفريقي توا ماناش مواكبين العصر نتاع 2021 فهمت ساهمت مع الأحبية في اللطخة اللي صارت ساهمت كل واحد يساهم من موقعه راهو فهمت شنو من غير واحد ما يعمل بيبليسيتي وواحد من غير ما يعمل بيبليسيتي ومن غير ما واحد باهي كيفاش تقيم خالد اليوم مردود الحراس في تونس بصفه عامه خاصه في المنتخب المردود هما هذاك هو دي هو ديبا معناها فهمت شكون تعتبر اليوم مثلا كي يسميك معز حسن هل ينجم يكون هو احسن جارديان تونسي اليوم معز حسن مش قادر يلعب راهو نفس اللي صار مع بومنيجي مشكله مادام مش قادر يلعب راهو مشكله راهو في المقابلات الاخرين كان هو جارديان الاول اي ما فهمتش انا علاش شنو السبب اللي خلاه ديما يلا يحبوا يرجعوه كومبيتيتيف ولا علاش ما فهمتش فاروق بن مصطفى فاروق بن مصطفى معناها هو تو نورمالمون فاروق بن مصطفى هو يستحق يكون جارديان معناها سي فري تعدى بريود خايبه شويه ومن بعد رجع وكذا هذيك هي راهو الناس لازم تفهم سي لا فورم سبورتيف راهو ما تفوتش شهرين ونص راهو كي تبدا منظم وريجل ما تفوتش شهرين ونص دونك تو با غاردي لو ميم نيفو اكثر من شهرين ونص هي ديجا شهرين ونص سي ديجا بيان لازم تكون منظم بالكدا وتترنى مليح ومنظم بالكدا باش تي بو غاردي لا فورم سبورتيف شهرين ونص فهمت دونك سي نورمال معناها باش تجيك فتره باش تنقص شويه تيح شويه ما لازم تعرف كيفاش تتعداها البريود هذيك باش تعاود تنجم ترجع معز بن شريفيه تري بون غارديان عنده كاليتي باهي دي شامبيونات تونيزيان وكهو فهمت والجمعيتك عاطفه خيلي كيف كيف زاد ما مازال ما خداش فرصته في المنتخب يستحق فرصه خير يستحق في المنتخب بيان سور
هو اللي تعدى عليها كان جاء حد اخر راهو مسكين بعد الضربه اللي كلاها وبعد الظروف الصعيبه وبعد الظروف اللي تعدى بها النادي واللي لا واللي بريزون تي صح معناها فهمت شنو بالعكس انا ان شاء الله ان شاء الله ياخذ فرصته هكا اي من دحمان كيف كيف يزمو يخدم على روحه هكا هو انا ديما نقول تو برشا الميدياتيزاسيون ولا تسهل حتى بالفيسبوك تو واحد يولي ميدياتيزي قاعد يقدم في مستوى به ولكن لو جو دون لا دوري دون لا كونتينيتي نحبه مثلا يعمل لي 5 6 سيزون بالقدا فهمني وقتها يبي معناها فما جارديان اخر تتوقع له يكون عنده شأن فما حتى اسمه سيف الدين الشرفي زاد كيف كيف دربته وانا في المنتخب وقتها كان صغر عنده كاليتي كبيره برشا فهمني جات بيريود وقتها مشى بري واحد على خاطر قالوا لي زاد ني با تري تري سيريو معناها في حياته البرا واحد لكن توا قالوا لي رجع خير وفاق على روحه واحد وحتى ذا اللي مورفولوجيكمون ضعف شويه فوالا كان عنده شويه شويه عنده زي ميزان زايد واحد فهمت شنو توا يدور لي خير معناها شفته معناها حتى هو تعدى بيريود خايبه خاصه بعد ماتش مازيمبي اللي كان صحيح ان شاء الله ان شاء الله يرجع توا تسمى سافا انا راه اللي تعداها المرحله هذيك تعداها نجم يتعداها الحمد لله معناها ان شاء الله باهي هكا نكملوا حوارنا معك خالد عندنا فقط دو روبريك باش نكملوهم معك مجموعه من الاسئله في لوكويز لوكويز ما غير ما تخمم برشا جاوبني خالد شكون شكون تعتبر اليوم احسن جارديان في تاريخ تونس في تاريخ تونس عطوقة احسن لاعب في تاريخ تونس حكاو لي على الطاهر الشايبي اما فما ملاعبين اخرين زاد باهيين طارق ذياب احسن انا رجعتك احسن جارديان ديما تقعد بين عطوقة بشكري تنافس انت مرايك عطوقة لا لا عطوقة اقوى انا بالنسبة لي انا شفتهم الزوز شفتهم الزوز خدمت معاه شكري تشوف عطوقة خير مش خايف عطوقة تنجم نقول سابق عصره شكون الجارديان يعجبك اليوم في تونس في تونس فما قول له بهيم فما عاطف تخيلي احسن واحد مصطفى سميلي واحد برك هذوما كلهم يزون بريسك يسون ميم نيفو معناها حتى الشرفي كامل يخدم بالقدا ودي فرصه وزاد عنده كاليتي باهيه برشا شكون احسن جارديان في العالم توا في العالم نوير عنده بيريود هو كي دومين معناها فهمني لكن فما احسن لاعب في العالم توا ملاعبي يعجبك ملاعبي هذوكم رونالدو وميسي واحد هذوكم كيف كيف ما يحكيش عليهم واحد هذوكم واحسن لاعب في تونس شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي فما كلكو جوار ما مازالوا ما نستناو في هاني قلت لك انا ما نحكمش على ملاعب يعمل لي سيزون بها وحده اي يقول لي هو تولي يولي ميدياتيزي ويقول لكم لاعبي فهمت شنو ملاعب اللي يعمل 4 5 6 سيزون هو في تونس فماش حتى ملاعب 4 5 بخلاف وسام عملها شويه في تومبكم خلينا نقول هو معناها ما فماش ملاعب معناها كي يعمل لك 5 6 سيزون في مستوى معين بالكدا وقتها تقول بالحق معناها فهمت اي ما جاوبنيش شكون اليوم تعتبر هكا نقول النجم يعملهم الكات 5 سيزون ورا بعض مزير مزير اسمعني تو العامين هذوما راهو ضيعوا برشا بالكوفيد والواحد راهي حتى الملاعبيه ضيعت راه شكون احسن مدرب تونسي اليوم تشوفه فماش احسن مدرب راه المدرب اللي ينجح هذاك يولي احسن مدرب شكون اكثر مدرب ناجح اليوم بدلك سؤال مساج احسن مدرب ناجح هو فوزي بنزرتي تو احسن مدرب دربك فما برشا فما احسن واحد فيهم فماش كل واحد تعلم منه حاجه انا فماش واحد معناه باهي في كل شيء انا كلها تعلم منه أكثر حاجات أكثر واحد تعلمت منه حاجات قاعد نبدلك في السؤال هيتاك باش تجاوبني أكثر واحد تعلمت منه حاجات لومير روجي لومير باهي شكون أقرب لاعب ليك؟ أقرب لاعب ليا وقتها كنت نلعب كان معايا عزيز الأخويني عزيز الأخويني إي صاحبي خاطر بحكم نسكنوا قرب لبعضنا واحد فهمت شنو شكون أقوى جمهور لعب ضده؟ في تونس ولا لبرا؟ كما تحب لعب ضده هكا اقوى جمهور معش شو نقول لك برا معش في تونس به اقوى جمهور جمهور الافريقي في تونس ضده لعب ضده لعب ضده اما جماهير جمعيات الكبار كلهم راهو عندهم قاعده جماهيريه معناها اما الجمهور الافريقي يقعد ديما احسن تصدي قمت به تو هكا ديريكت من الأول واحد يجيك لبالك هك ما تفكرتش حتى واحد فما مرة بلنتي مع جرزيس وقت نلعبوا في المنزه
89 دقيقة ولا اي واحنا ربحين واحد شيء وقت وقت بلنتينا حيتها بلس في 90 دقيقة تعتبره حاسم التصدي ذلك حاسم برش التصدي 80 لو كان انت قمت به عامله جارديان اخ عجبك برش ما نجمش ما نستحضرش توا هكا ما جاش لبالك حتى شيء باهي كانت هذي لوكويز لوكويز اخر فقرة خالد ليكيب تيب ليكيب تيب باش تختار لنا احسن 11 لاعب في تاريخ الكلوب هاي نبداو بالجارديان شكون نحطو عطوق عطوق على اليمين على اليمين فما اللي ما استحضرهمش راني اللي خلطت عليهم اللي تفكرهم انت بالباهي كان تسمي لي نقول لك ما نستحضرش برشا فما لاعبين ممكن حتى اللي ما نذكرش اسمهم اللي خلطت عليهم انت تفكرهم سواء شاهدتهم سواء لعبت معاهم سواء لعبوا بعدك انسى هل عليك على اليسار على اليمين نرجع على اليمين على اليمين ايش بقول لك محرز بن علي محرز بن علي على اليسار على اليسار لعبوا برشا على اليسار شكون احسن واحد فيهم يقول لي اقوى واحد كان موسى قبل قوشي موسى ما نتفكروش موسى شنو يقول لي هكا لعب جينيراسيون تاع توغا واحد لا ما نتفكرش انا موسى هكا اي اي باهي فلاكس 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 نحط لي دوز الجيريان اللي جاو لتونس عملوا اللي هما مغاريا ورزقي عمروش باهي قدام قدام معنا في الوسط مهرز ديري مهرز ديري شكون معاه شكون ناخذ نحطو معاه بون فما غميض وفما هذوك ما انا ما تفرجتش فيهم ما خلطتش عليهم انا ما خلطتش على غميض؟ لا تفرجت فيها ما ملعبش معاها اي نحكي حتى تفرجت فيها تفرجت فيها غميض مثلا اي وشكون ياخذ؟ في الوسط شكون ياخذ؟ لطفي رويسي ثلاثة ولا أربعة تحطها في الوسط كيما تحب أنت تختار أنت نختار نحطوا أربعة في الوسط تشكيلتك أنت إيه نحطوا أربعة شكون الرابعة ولا زيدني واحد ديس نحطوا ديس ديس إي شكون ديس حطينا لطفي رويسي ديس نزيدوا بيفو معناها شكون ياخذ بيفو آخر أربعة لي ولا ما نستحضرش ما تفكرش للعبيه برشا سامي نسيتهم ولا نسيت بالحق والله برشا سامي نسيت صرتهم من القدم واللي لعبوا معاك فما البياري وفما فهمت شنو ديستا وفما لوتفي رويسي فما البياري زاد وفما البياري تاكون اي ما يلعب زاد ورا لا تاكون زين اي فهمت نحط البياري باه قدام شكون نحطو جوز تاكون قدام فوزي رويسي بالطبيعه اي شكون اخر معاه فوزي وشكون جمال الإمام زاد فوزي جمال الدين الإمام جمال الإمام زاد جمال عنده كلتي كبيرة برشا واضح هذوما 11 لاعبين تاع خالد عزيز كانت هذه ليكيب تيب ليكيب تيب يعطيك الصحة خالد شرفنا بحضورك اليوم عايش. وين تو في السيلية القطري في الخدمة في الشبان هكا عاش مالي جي أنا غادي خير تحس لقيت راحتك الحمد لله الحمد لله ما تخممش ترجع لتونس ولا والله مربوطين ماك تعرف مربوطين بعقد وكهو وكل حط الوقت ايش العقد نتاعك كل عام معنا يتجدد العقد وكهو على حسب الكلوب سينو بعيد شويه عاش ولا احنا تو محبين هنا واحنا موجودين وكان طلبونا باش نعاونوا نعاونوا احنا ما احنا لا موجودين تخمم نهار ترجع تخدم في الكلوب ولا علاش ليه واحد ديما هذيك جمعيته تقع جمعيته ديما واحد يحب نهار اخر يعاونها باللي يقدر معنا فهمت شنو اكيد يعطيك الصحه شكرا لك خالد وبالتوفيق ان شاء الله احنا مازال مكملين في فاير بلاي حتى للخمسه